قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاليوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان سنة 1431 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يوافق 17 من شهر أغسطس سنة 2010. ونتابع فيه شرح هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، والذي اصطلحت على تسمية شرحي عليه بمدرسة الحياة، وكان عنوان الحلقة نفثة مصدور. وهذه هي الحلقة الرابعة أو الدرس الرابع من شرح هذه الخاطرة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك. وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى، ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر. فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه، كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه، بل فنونه كلها. ثم لا تقتصر همتي على فن
في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرت. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته، وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. يقول يعني ابن الجوزي: كنا وصلنا أمس إلى رحلة حياته وذكر شيء من جده واجتهاده ومن شغفه بطلب العلم، وهو الآن يقول: يعني غير أني أعتذر عما قلته، عن أي شيء قاله لما قال كلمته للاسترواح، لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. يقول: إني أعتذر عن هذا. مش يعتذر بالمعنى يعني المتبادر إلى الذهن، ولكن يبسط لماذا اشتكى. يعني مش لازم يخطئ حتى يعتذر، يعني الاعتذار هنا ليس هو اللي هو ضد الخطأ، لا، ولكن الإعذار، العذر هنا بمعنى الإعذار. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني معذرة إلى ربكم، حتى إذا سألهم الله عز وجل يوم القيامة لما رأيتم المنكر ولم تغيروه، قالوا يا رب قلنا، لكن لم يسمعوا. وفي هذا درس للذين يقدمون اليأس في الموعظة على الأمل. يعني مثلا ممكن يكون في إنسان منهمك في معصية ما، وأنت وعظته حتى مللت، وأنت تعلم سلفا أنه لن يمتثل لوعظك، أنت تعلم هذا سلفا، ليه؟ لأنك أنت كررت الوعظ مرارا وتكرارا، تقوم تمل بقى وتيأس وتزهق. لا، هنا الآية طبعا متعلقة ببني إسرائيل ومسألة السمك والحيتان والكلام ده، جماعة اللي شووا سمك وكلوا يوم السبت وكده، اصطادوا يوم السبت وكلوا يوم الحد، عملوا ايه الجماعة اليهود دول؟ قال لك يعني نحفر بير كبير ونعمل ماسورة ما بين النهر والبير، فيوم السمك يدخل من النهر على البير اللي هم عاملينه. الكلام ده يوم السبت، وبعدين يوم سدين عليه الماسورة عشان ما يرجعش تاني في النهر، ها؟ وكان يعني من فتنة الله عز وجل التي قدرها على هؤلاء إن هم يوم السبت يشوفوا السمك بتلعبط على وش المي، ها؟ يعني تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، شرعة يعني إيه؟ يعني القرموط مطلع راسه مطلع لسانه كمان، وهم ممنوع إيه؟ يصطادوا يوم السبت، فيبقى نفسه. ويوم الحد ما يلاقوش بكرور واحد، راح فين السمك اللي كان مال النهر؟ ما تعرفش راح فين. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا يثبتون يعني ما يكونش يوم سبت، يبقى حد اثنين ثلاث أربعة ما يلاقوش ولا بكرور واحد. فيوموا اخترعوا بقى القصة دي، يقول لك ايه، السمك هو اللي دخل بمحض إرادته في الماسورة، وهو اللي راح البير اللي احنا عاملينه، قال انا ما اصطدتش ولا حاجة، لكن كل اللي انا هعمله يوم السبت ان انا هسد الماسورة عشان يرجع القرموط ما يلاقيش مكان يرجع، فيصطادوه يوم الحد، يقول لك كده احنا ما اصطدناش ايه يوم السبت. فمتصوروا ان القصة كده ايه تمام وما خلفوش ربنا سبحانه وتعالى. فضرب قلوب بعضهم ببعض كما هو معروف في القصة. القرية دي جماعة بيأكلوا السمك وجماعة ما بيأكلوش. الجماعة اللي بيشوا السمك ريحة السمك بتطلع لما تشويه،
ريحه السمك بتطلع، فالجماعه هيموتوا عشان ياكلوا سمك، قارموا السمك، قارموا اكل سمك، قارموا يعني ايه؟ يعني هيتجننوا عشان ياكلوا سمك. فيلاقي جاره ريحه الشواء السمك طالع من عنده، فقال له انت بتعمل ايه؟ قال له احنا ما اصطدناش يوم السبت ولا حاجه، احنا كل اللي عملناه لقينا السمك في البياره يوم الحد وقمنا صايدينه. قال له لا، انتوا كده هتودونا في داهيه. فالجماعه اللي هم ايه قالوا معذره الى ربكم، قالوا لا احنا كده هنتاخد ايه بذنبكم، فمقسمين القريه نصين بجدار، الجماعه اللي بياكلوا سمك في الناحيه دي والجماعه اللي تبرأوا قاموا رايحين الناحيه الثانيه، وقاموا عاملين بوابتين، بوابه للجماعه السمكين دول وجوابه وبوابه للتانيين. كان كل يوم يفتحوا البوابه ويقابلوا بعض بره ومفيش مشاكل وبتاع. في يوم من الايام البوابه بتاعت الجماعه اللي بياكلوا سمك دي ما اتفتحتش، والتانيين فتحوا بوابتهم وخارجين ماشيين بتاع، قالوا الجماعه ما فتحوش البوابه ليه؟ ايه اللي حصل؟ كسروا البوابه واذا هم جميعا ايه؟ قرده. مسخهم الله عز وجل ايه؟ قرده. هنا بقى في سياق القصه دي كلها ذكرت الايه. انقسموا ثلاث فرق، فرقة تأكل السمك، وفرقة غسلت أيديها من كثرة الوعظ، وفرقة لا زالت تعظ. فالفرقة اللي هي ملت قالت للذين لم يملوا وعمالين يقولوا يا ابني ما تاكلش سمك، يا ابني كده مخالفة ربنا، يا ابني كده، قالوا لهم بقى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ريح دماغك وريح نفسك، ما زهقتش من كتر ما بتقول له حرام 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 حرام؟ فرد عليهم هؤلاء المفلحون وقالوا معذرة إلى ربكم حتى إذا سألنا الله عز وجل لما رأيتم المنكر ولم تنكروا نقول يا رب وعظنا ولكن فتح القلوب ليس بأيدينا. يبقى أنت كده عملت اللي عليك. الحاجة الثانية من الاستمرار في الموعظة من باب الإعذار أنك لا تدري متى يفتح القلب، لأن مالكه هو رب العالمين، هو الذي يفتح الإيه؟ يفتح قلوب الناس ومعه مفاتيح القلوب. فأنت ممكن الولد تفضل تعظ فيه مرارا وتكرارا أو الناس عموما ولا يستجيب لك، وفجأة ينفتح القلب، ما تعرفش فتح إزاي وليه. ممكن ينفتح بكلمة هايفة جدا لا تخطر لك على بال. أنا أعرف واحد التزم وحمل دعوة كاملة في البلد، شال الدعوة السلفية على كتافه سنين طويلة ولا زال حتى الآن. يعني أنت عارف قلبه اتفتح بيه؟ راح مرة يزور بعض المشايخ في أول التزامه، فالشيخ ده حط إيده على كتفه بس كده وهو خارج من المسجد، قال له انا جاي لك من المكان الفلاني ومش عارف ايه بتاع، واخده ايه تحت باطه كده وقعد يتسهر معاه لحد ما خرجوا من المسجد. وضعت اليد على الكتف دي هي اللي فتحت قلبه للدعوه ووقف فيها لحد النهارده. ربنا يعني سبحانه وتعالى يزيده، واسال الله ان يثبتنا واياه. دي تخطر لحد على بال ان ممكن دي تفتح قلب انسان؟ ابدا. انفتح قلبه للموعظة. وأنا يمكن قلت الحكاية اللي هقولها دي أكثر من مرة، لكن أنت عارف بتجربتي في الوعظ بلاقي أوجه لا تغادر المجلس، لازم ألاقيها قدامي في كل درس على مدار 15 سنة مثلا. وأنا من عاداتي أن ممكن أجيب الدليل الواحد واستخدمه في أكثر من مرة، من استخدامه في أكثر من معنى. اللي مش واخد باله بيتهيأ له ان انا بكرر الموضوع، لا ما بكرروش، الدليل يسع 20 معنى مثلا، قمت واخد منه المره دي المعنى الفلاني، وبكره اخد منه المعنى العلاني، والسنه الجايه اخد منه المعنى الثالث، لكن الدليل واحد. فبيقوا في وجوه معينه انا بشوفها على طول. الاقي واحد من الجماعه اللي هم قاعدين قدامي على طول معنى معين انا بكرره كتير وانا شايفه كويس وعارف انه يقول لي والله يا اخي ده انت قلت النهارده كلمه جميله جدا، ايه قلت كذا وكذا وكذا؟ يا ابني ده الكلمه دي دابت من كتر ما انا عمال احك فيها ورايح جاي ورايح جاي، هو انت لسه فاكر؟ ايوه لسه فاكر، قلبه اتفتح النهارده بس.
امبارح واول امبارح والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كان جاي عنده مشاكل وعنده مش عارف ايه والكلام ده، فانا بتكلم وسرحان يطوف في اوديه العالم. المره دي ركز معايا بس سنه واحده فهم المعنى اللي انا عايزه برغم انه سامعه ايه مرارا وتكرارا. عشان كده مسائل الوعظ غير المسائل العلميه، مسائل العلميه ممكن ما اكررهاش، لكن وسائل الوعظ دائما اكررها، اولا للعله التي ذكرتها، ثانيا لجده الجماهير. انا ما اعرفش المسجد النهارده مين اللي جاي لاول مره، في ناس اكيد لسه اول مره يجوا ابن تيميه النهارده مثلا، في مره يعني واحد يسمع الصيت بتاع يجي يتفرج، ما هو الناس يقول لك تعال شوف الراجل بيطلع في التلفزيون قاعد على الجامع دوت، تعال نتفرجوا عليه. ها في ناس كده يعني، واحد مره انا بدي درس في المصطلح الحديث جامع البحيره كان قاعد في نص المسجد كده، انا كنت عادتي يوم الاثنين اقول مره مصطلح ومره صيد الخط، فكل مره انبه ان اليوم الثاني الجاي هقول كذا علشان اللي مالوش في المصطلح ما يجيش، اقول يا جماعه الاثنين القادم انا هشرح مصطلح الحديث عشان الجماعه اللي جايين للفرجه ايه ما يجيش عشان ما يعكرش على طلبه العلم، انا عايز ادخل دغري على الاصل، بلاقي ناس من العوام مش فاهمين ولا كلمه اقعد الف وادور واجيب تراجم الرجال ومش عارفين، بيبوظ المعنى العلمي على الطلبه، يقولوا ما احنا عارفين. فطلبة العلم المفترض ان انا اعمل لهم درس ومقفل باب الجامع عشان ما فيش حد يدخل، لان لو دخل واحد من العوام عايز يفهم برضه فمش فاهم ولا كلمه، فايه يطلع اما سيء الظن واما يقول العالم دول ما فهمش بيتكلموا ازاي وكده. فواحد من اخواننا دول اللي هم ما بيحضروش خالص ونفسه يجي يصلي، فجاء حظه اني كنت بشرح مصطلح، خدت النص ساعه الاولاني والراجل هيفرقع عمال اتكلم، والمهم كان في اتكلم في الشذوذ وبدي امثله على الشذوذ وغطسان بقى في معمر وسفيان بن عيينه وخولف وخالف وتوبع وتابع وشغال في الموضوع ده. الراجل ما طاقش، قام واقف على حيل قال لي يا عم الشيخ تبارك نص ساعه مش فاهم ولا كلمه، فانا مش عارف انا انت بتقول ايه بالظبط، فقلت له طيب يعني اديني بس مهله خمس دقائق وهتفهم اللي اقوله، وقمت قلبت بقى على ايه؟ على سفيان بن عيينه، كنت ايام بتكلم في سفيان وكنت واخد سفيان ومعمر كنموذجين للشذوذ في احاديث الزهري. وقمت قلبها دردشه لاول مره يحضر، فعلشان ما لا يسوء ظنه خلاص لازم اقابل. انت عارف الراجل ده ما فوتش ولا درس مصطلح، كل ما ادي درس مصطلح الاقيه ولا جاي يسلم علي، خلاص حفظت شكله يعني، كنت انا ما اعرفش اسمه لكن حفظت شكله. ليه؟ لا المصطلح جميل وحلو بتاع، وانت مضطر انك انت تعمل كده علشان الناس. فالمهم جده الجماهير بتخليك تقول الكلام مره او اثنين او ثلاثه، تجيب حكايه وتكرر الحكايه او كده. فالحكايه اللي انا احكيها دي طبعا انتوا نسيتوا الموضوع مش كده؟ الحكايه دي انا حكيتها قبل كده، ولكن جاء ايه موعدها فانا اقولها تاني برضو لاحتمال ان يا اما قلبك اتفتح لاول مره تسمعها، يا اما واحد جديد لسه ما سمعهاش قبل كده. كنا زمان في اول التسعينيات بنعمل اسابيع بنسميها الاسابيع العلميه، او كانت مشهوره باسم الاسابيع الثقافيه، وهي الصحيح تبقى الاسبوع العلمي عشان كانت هي، وكل واحد مننا كان بياخد ايه يوم، الشيخ فلان ياخد يوم الشيخ فلان ياخد يوم، وكانت اداره المسجد بتحدد موضوعا معينا، نتكلم عن الخشوع مثلا يبقى كله يتكلم عن الخشوع عشان نثبت الفكره، نتكلم عن المراه، نتكلم عن الرياء، نتكلم عن الاخلاص، اي حاجه زي كده. فكان هذا الاسبوع يتعلق بالمراه المسلمه، كل ما يخص المراه المسلمه من أحكام ومن آداب ومن طاعة للزوج ومن اختيار الزوج إلى آخر هذا الكلام. فكان في بعض المشايخ بيدي محاضرة، وبعدين أحد الشيوخ برضو الكبار الحجم الوزن تقيل يعني كان برضو حاضر المحاضرة وتطوع، وكان بيتلقى الأسئلة من الجماعة الحضور ويعطيها للشيخ اللي بيحاضر يعني، وكان ينتقي ما يخص موضوع المحاضرة مش أي سؤال كان يقدمه. فهو بيفرز الورق فلاقي إيه في من ضمن الورق كده
رقعة تقول أنا راقصة وأريد أن أتوب. المسجد ده كان في شارع الهرم، فشيء طبيعي يبقى هي الرقاصة موجودة يعني، بالك إزاي؟ طبعا شارع الهرم اتغير دلوقتي يعني، الحمد لله بقى يعني مليان مساجد والكلام ده، لكن شارع الهرم عالم من زمان على الغواني والغوازي والجماعة دول. فالشيخ ظن المسألة فيها تهريج، والمهم قالت له أنا على باب المسجد، فقام سايب ليه المكان وطالع على باب المسجد، وجد بنت حوالي سنها 18 سنة أو 20 سنة واقفة قدام المسجد. فقال لها أنت اللي بعت الورقة الفلانية؟ قالت له أيوه أنا بعتها. طيب أدي تليفوني كلميني 10 بالليل احكي لي حكايتك. ورجع وكملنا الدرس والكلام. هو حكى لي بعد كده لما قال لي على الطرفة الغريبة، واحدة بعتالي ورقاصة وجاية الجامع وبتاع. المهم قصة المرأة البنت دي 20 سنة، إن أبوها طلق أمها، الأم تزوجت والأب إيه؟ تزوج. زوج الأم قال ما ربيش عيال غيري، والأب مراته قالت له عيالك ما يجوش. طب هما كانوا 3 بنات، دي أكبرهم، أكبرهن البنت اللي هي بعتت الورقة دي، وفي بنت أصغر منها بسنتين وبنت أصغر منها بسنتين، يعني البنت دي 15 أخي أصغر بنت 15-16 سنة. طيب إيه اللي جابك الجامع؟ قالت له أنا كنت رايح أرقص وكنت على الضفة الأخرى من الشارع، فقبال مسجد الرحمة اللي هو كان فيه المحاضرة فندق، فندق أوروبا ده، فهي معدية أول الجامع وعطشانة جدا وعايزة تشرب. المهم لقت إيه شوية قلل كده متعلقين على ستاند حديد قدام الجامع، فعدت الشارع كله وامرأة بتشرب مية، فسمعت كلمة من المحاضر وبتشرب مية، فكتبت الورقة في الحال، عزمت أن تتوب في الحال. طيب يعني دي واحدة راحت ترقص، ازاي يعني قلبها اتفتح يعني وهي بتشرب مية وهتواصل بقى عشان تاخد الوصلة بتاعتها؟ ازاي قلبها اتفتح وكيف فتح وما هي الكلمة التي سمعتها حتى انفتح القلب لها؟ ما تعرفش قصة. طب انت بترقص ليه يا بنتي؟ قالت طب انا اكل منين؟ ما انا رحت اشتغل في البيوت، بقوا العيال اللي في البيوت يعكسوني وفاكريني لقمة سائغة، طالما شغالة يبقى لقمة سائغة كده عرضها سهل وبتاع الكلام ده، تترك بيت وتدخل على بيت وتدخل بيت وتطلع على بيت وزهقانة هربانة. ففي لحظة ضعف شديد جدا ومفيش فلوس وعايزين ناكل الكلام ده، واحدة قالت لها بص بقى أنا هوديكي مكان الفلوس هتتحدف عليك، حتى تعالي ارقصي والجماعة اللي بيسمعوا كلهم مساطيل شاربين خمر وبتاع والكلام ده، فاي طموح ممكن واحد يطلع المحفظه وحاططها على راسك ولا حاجه، او حاططها لك في هدومك ولا بتاع، انت وحظك تلاقيت ماشي ارنب ولا ثعلب ولا ارنب. اظن دلوقتي بكام؟ بمليون. احنا كان قالنا الاستك اللي مش عارف ب1000 والارنب ب10,000. والله يا اخوانا ما عدناش عارفين. قال لها هتلاقي الدنيا هتغرقك فلوس، وفعلا راحت المرقص ده وخدت فلوس وتمام التمام، خدت شقة تمليك وبتاع وجابت لبس ولبست اخواتها والكلام. فقالت احنا عايزين يعني لو حد بس يبص لنا ويتزوج، تزوجنا كلنا، مش واحد يجوزهم كلهم يعني، لكن يعني تجيب 3 مثلا اخوة ولا 3 مسلمين يجوزوهم هم الـ3 ونلبس حجابنا ونقعد في البيت والكلام. طيب أنا لما أنتقل من هذا المشهد إلى مشهد المسجد، مسجد النساء، في المسجد ده النساء زحمين بعض مش لاقين مكان، ودي جايبة تسجيل وكله شيء ترك وترجع وتقدم وترك ومش عارف إيه والكلام ده. طب اللي عملت تقول ترك وترك والكلام ده استفادت حاجة من المحاضرة؟ ممكن ما تكونش استفادت ولا كلمة. طب هي جاية من قبل المحاضرة بقد إيه؟ بساعتين، وقاعدة في الصف الأول وقاعدة جنب الميكروفون عشان تقعد إيه؟ تسجل وترجع وتأخر وتعمل الكلام. طب الإنسانة التي لم تعقد المحاضرة لها وكانت رايحة ترقص وماشية في الشارع استفادت من المحاضرة، طب اللي جايبة التسجيل وقعدالي من ساعتين قبل المحاضرة ما استفادتش ولا كلمة.
إيه الفرق بينهم الاثنين؟ أن الله سبحانه وتعالى فتح قلب هذه المرأة لمقتضى كلمة واحدة، وثم أغلق القلب على هذه الكلمة فأثرت فيها وغيرت مجرى حياتها. الثانية بقى اللي بعد تسجيل والكلام ده جاية إيه؟ تسمع، وبعدين ممكن يبقى دماغها في كل وادي وتقول ما هو الشريط معايا وهسمعه لما ارجع البيت، ولما ترجع البيت الواد ده بيصرخ والواد ده عايز يشرب والواد ده عايز ياكل، فمشغله التسجيل في المطبخ وهي بتطبخ والكلام ده، هو مش واخد بالها من الكلام، وبالتالي لم تستفد من الايه؟ من المحاضره. فانا عايز اقول ان القلب هذا من يعني له اسرار عجيبه ولا يملكه الا الله، صاحبه لا يملكه، برغم ان قوام حياتك به لكنك ايه؟ لا تملكه. وساعات يبهدلك ويذلك ويضحك الناس عليك. القلب ده هو اللي هما بيعتبروا مضخة، ده بقول لك يبهدلك ويذلك ومرمط بكرامتك الأرض كمان. ليه؟ ممكن تبغض إنسانا بغضا شديدا إلى درجة إنك عايز تقتله. نقوم نقول لك يا اخي طب ذنب الراجل ده، يقول يا اخي عمل فيا كذا، او مثلا لعب لي حواجبه او مش عارف. طب يا اخي دي حاجه تغير قلبك ولا الكلام ده؟ تقول لي انا كرهته. طيب ما كراهيتك له تؤذيك، لان هو اقوى منك ومعاه سلطان عنك ومش عارف ايه والكلام دوت. تلاقي نفسك داخل فيه كده اهو، يمسكك يعصرك، ها، مع ان انت عارف سلفا انه هيبهدلك، ومع ذلك مش قادر تمسك قلبك ودخلت عليه. أو إنك ممكن تقلب على الصورة الثانية، واحد مثلا ابتلي بعشق امرأة، خلاص تبص تلاقي ماشي وراها زي الدلدول، هي ماشية كده وهو ماشي وراها إيه، منين ما يروح تروح ومنين، واخد بالك؟ وتبص تلاقي أول ما يشوفها إيه؟ يا ابني احترم نفسك، أنت من أسرة محترمة وكويس وبتاع، بدل ما تتضير وتديك قلمين على وشك في الشارع والكلام ده، تقول له يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. أنا لو ضربتني بالشبشب اللي في رجليها ده شرف ليا وتاج على رأسي، والتراب اللي بتمشي عليه اكحل بعناية ومش عارف يا ابني تكحل ايه الله يغفر، ها. وتبص تلاقي الدنيا ماشيه معاه سداح مداح والكلام ده، ايه اللي بيحصل ده؟ وليه تبهدل كرامتك وكرامه الاسره كلها ومش عارف ايه؟ يقول لك ما قلبي اعمل ايه؟ وطلعت المثل بقى الحب اعمى و... ها. فهذا القلب اللي انت لا تملكه، يعني تكره انسانا حتى تهلك في كراهيته، او تحبه حتى تهلك في حبه، وانت مش قادر تعمل القلب ده حاجه اطلاقا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى هذه الآية، الآية الباهرة اللي هي مسألة القلب دي، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يصرف القلوب صرف إيه قلبي على طاعتك. وكان من جملة حلفه عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه، كان يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فأنا عايز أقول إنه مسألة انفتاح القلب من انغلاق القلب والكلام ده، دي مسألة إيه؟ دي مسألة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تعظ بني آدم لا تمل إطلاقا من وعظه ومن تكرار الكلام، لأنه في الوقت الذي مللت أنت فيه انفتح قلبه وأنت لا تدري، فليه تمل؟ فهؤلاء المفلحون لما لامهم إخوانهم الذين يأسوا سريعا، ها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أو معذرة إلى ربكم. معنا نقول يا رب أنكرنا عليهم ولكنهم إيه؟ ولكنهم استمروا في يعني العصيان. فهو ابن الجوزي لما بيقول إيه؟ لما بيقول: غير أني أعتذر عما قلته، مش إنه أخطأ فاعتذر بالطريقة بالمعنى الدارج اللي عندنا، ولكن إيه؟ إعذارا، أي أبين لماذا أنا قلت هذا. فيقول: أقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. أنا بتكلم عن نفسي بس، إنما غيري قد يكون له منظومة أخرى مختلفة، ممكن يكون من النوع اللي بيكتم، لكن أنا ما قدرتش أكتم. في واحد صبور، أو يحول مظاهر ما يراه الناس إلى معنى آخر حتى لا يكشف نفسه، واللي بيعمل دي أهل الورع، أهل الورع. مثلا أيوب السختياني كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى
يشفق الجمع عليه. تمام. فكان في مرة من المرات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عايز يبين، لأن دي حتة متعلقة به بالمحبة والكلام ده وعايز يداريها يعني. فكان يقول سبحان الله ما أشد الزكام. ها؟ لأن الزكام الوصلة هي مناخير واحد إيه بتسيل، والجيوب الأنفية بتنتفش فيه وما يمكن يعرفش ياخد إيه، يعرفش ياخد نفس يعني من مناخيره والكلام ده بسبب إيه، بسبب زي مثلا واحد عنده زكام راح للدكتور الصيدلي بيقول له عندك حبوب للزكام؟ قال له موجود. ها؟ ما هم الاثنين زي بعض، هم الاثنين مزكمين يعني. ها؟ فتبص ليه الجيوب الانفيه وعمال ايه ينزل بقى الاخاط ومش عارف ايه، يقول له سبحان الله الزكام النهارده شديد قوي. طب ليه بيقول شديد قوي؟ لانه مش عايز يبين انه بيبكي. تمام. وكان بعض العلماء ومنهم الأوزاعي كان يعني لما يصلي كان كثير البكاء، هو ساجد بيبكي، ثم أمه تدخل عليه وتحسس مكان سجوده فتجده رطبا رطبا، يعني دموع إيه يعني ملي المكان. كان لما الأوزاعي يخرج كان يكتحم. ليه؟ لأن كثرة البكاء بتسبب ذبولا في الجفون، فالذبول ده ممكن اي واحد يقول لك انت مالك دبلان كده وعينيك دبلانه ومش عارف ايه، فعشان حد ما يسالوش ها يوم يكتحل، فالاكتحال ده بيشد الايه يعني بيبين العين ببهاء، مش يقول له عينك دبلانه والله يا كنت بكيت من خشيه الله امبارح ها والكلام ده. طب انت ايه اللي خلاك تظهرها وتبينها وبتاع؟ في ناس كده يعني اللي هم الجماعه اللي هم كانوا يخافون على ورعهم ان يظهروا الكلام ده، فكانوا يحولوا الايه الوجه. فابن الجوزي بيقول في ناس زي ممكن ما يقولوش الكلمه اللي انا بقولها دي، لكن انا اضطررت ان انا اقولها، قلبي مفعم بالاسف او متأيلها، فانا اقول ما يلزمني انا ولكن لا يلزمني حال غيري ممن حال كحالي، ولكن قد يكون ايه اشد يعني قدره على كتمان ما بهم يعني. فبدا يشرح حالته المرضية، الحالة المرضية اللي مع الزباه دي، وده مرض من نوع خاص، مرض اسمه الهمة العالية، وهذا مرض إذا أصاب صاحبه عذبه العذاب الأليم فعلا. ليه؟ كل ما ينام النفس اللوامة شغالة، تقول له أنت نايم لحد إمتى؟ بكرة تنام، قوم اشتغل. إذا كان من العباد يتجافى جنبه عن مضجعه فيقوم، إذا كان طالب علم يوم يقوم عشان يحصل. مثلا إذا كان رجلا خيرا بيحل مشاكل الناس يتذكر إن في مشاكل مش كانش قادر يروح لها واعتذر عنها، يوم يقوم. ف يعني عالي الهمة مبتلى بالنفس اللوامة التي تلومه على كل شيء يفعله. الإنسان أمام النفس اللوامة، ودي مسألة الحياة مهمة عايز أوضحها، الناس أمام النفس اللوامة أصناف. في صنف إذا لامته النفس يرتقي، وفي واحد إذا لامته النفس يخسف به الأرض. فلازم تعرف أنت من أي جنس. ليه؟ لأن النفس اللوامة إذا اشتد لومها على صاحبها المذنب رجعته لورا ودخلته في مرحلة اليأس. يعني مثلا أذنب كثيرا وعايز يتوب، تقوم تقول له تتوب؟ طب واللي أنت عملته؟ ده انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ودي فيها حد ودي فيها رجم ودي فيها ضرب على القذال القفا يعني، ودي فيها شن ودي فيها مش عارف ايه، انت هتتوب من ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ها؟ يوم يقول انا خلاص لا فائده مني، انا رايح النار رايح النار، اشتغل بقى وخد حقك في الدنيا. فيبتدي يسرع في المنكرات ويزود في المسائل على اساس انه ايه؟ مفيش فائده. وذلك العلماء قالوا من علل التوبه الالتفات إلى الذنب. ده علة من علل التوبة، إنك أنت تلتفت للخلف وتقول ده أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. لا،
اللي يلتفت إلى الذنب مين وما يبقاش عل عنده؟ صاحب الهمة القوية والإيمان العالي. لأن كل ما يلتفت إلى الذنب يقول الذنب ده أنا لابد أن أحدث له طاعات، يبتدي يشتغل في الطاعات لحد ما يصل إلى سقف القدرة، آخر طاقته كده، فيقوم الرجاء يدخله، يعمل تبريد لحرارة الخوف. ما هو الخوف صوت مزعج، والرجاء يبرده. لولا الرجاء لكفر الناس، كنا كلنا كفرنا لولا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. زي ما في حديث أبي هريرة في القوم الذين جلسوا يذكرون الله عز وجل، والله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم بعباده، ما الذي يرجون؟ قالوا يرجون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها، والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ ده أنت بتشتغل وانت بتصور الجنة، بس أنت عاملها في خيالك، وما لو شفتها بعينيك؟ لا يمكن أبدا لو رأيت الجنة بعينيك أن تنحرف قدمك أبدا عن الصراط. قال كيف لو رأوها؟ فقالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. طيب مما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم هربا. فأنا لما الإنسان بقى اللي هو الجيد اللي الالتفات إلى الذنب ليس علة بالنسبة له، ده بقى يشتغل حد ما يصل إلى سقف القدرة في العمل، ويظن كده أنه إيه؟ أنه استريح وأنه عمل أعمال عظيمة. يوم الخوف داخله يقول له هو أنت مبسوط من عملك يعني؟ وتصور العمل ده ممكن يقبل؟ أبد. ممكن هذا العمل كله يرد عليك عدلا من الله، فيرتعد تاني، يرتعش يعني ويخاف وبتاع، فيقوم يقول طب خلاص لا لازم أعمل شوية أعمال كمان ها عشان ربنا يغفر لي، فيبتدي يجد في الايه في العمل مره اخرى. اول ما يصل الى سقف القدره انه خلاص كده عمل اللي عليه والخوف داخله، يقول له انت فاكر نفسك عملت حاجه ولا عملت كذا؟ الا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كيف كانت تتورم قدماه من الوقوف؟ انت هل شكرت النعمه الفلانيه والعلانيه ومش عارف ايه والكلام ده؟ هو غيرك مشلول وغيرك عيان وغيرك مش في المستشفى ما بيخرجش وغيرك مش عارف ايه وغيرك فقير وانت معاك ها؟ فيقوم الخوف يخليه يرتقي. لا يزال هذا يتقلب بين الخوف والرجاء حتى يصل إلى الله عز وجل في قمة عمله. ده ما بنخافش عليه. وهذا ليس هو المعني بكلامي الالتفات إلى الذنب علة من علة التوبة، إنما ده علة عند مين؟ عند من إذا حاسب نفسه يأس. عشان كده وأنت يعني تتعرض لوعظ الناس لازم توازن ما بين الكفتين، ما تديش الرجاء وتفتحه على مصراعيه زي الوزارة ما بتأمر الخطباء يقول له الناس حياتها كرب والناس مش لاقية تاكل، فلما تيجي تقول له الشجاع الأقرع، أقرع إيه اللي أنت جايبه لي للناس اللي مش لاقين ياكلوا؟ تقوم تحط تزيد الطين بله ها؟ طب واحد مش لاقي ياكل وحالته كرب في الدنيا، تقول له ان شاء الله لما تموت الشجاع الاقرع يستناك يعني لا دنيا ولا اخره؟ افتحوها للناس شويه، ان الله غفور رحيم. فعايزين يبثوا مذهب الارجاء في الناس، مش لازم يكون الارجاء اللي هو الارجاء لا، الارجاء الوعظي. نتحدث عن جهه واحده فقط، ان الله غفور رحيم بس. طب هو انت شايف الناس يعني سايبين الدنيا ومطلقينها بالتلاتة كده علشان تحاول ترجعهم للدنيا؟ ده هم غطسانين فيه، فانا عايز اطلعه. هطلعه بايه اللي غطسان في الدنيا ده؟ ما اعرفش اطلعه الا بصوت الخوف، تخويف. اقول له لو فضلت على هذا الحال انت هتروح جهنم، انت كده بتعرض نفسك لعذاب الله، يوم يفوق شوي. لكن واحد غطسان في الدنيا اغطسه كمان؟ ومش كده بس، وبديله تأشيرة مرور
طالما ان انت صابر على العمل. ويجيب لك الحديث اللي هي الباطل، ان من الذنوب دون ان لا تكفر الصلاه ولا الصيام ولا مش عارف ايه ولا الحج، ولكن يكفر السعي على المعاش. وده ما ده حديث موجود، وانت يمكن سمعتوه من خطباء والكلام ده، باطل هذا الحديث السعي على المعاش والكلام ده. لا، احنا بقى بنوازن. لا بد ان اعتقد ان في هذا المسجد الذي انا اتكلم فيه الان ناس الالتفات الى الذنب عله عندهم، والالتفات الى الذنب عند بعضهم يجعله ايه من المجدين في العمل. يبقى انا اوزن دي واوزن دي. ما اعتقدش ان كل اللي في المسجد صنف واحد وانا بكلمهم ترغيبا على طول او ترهيبا على طول. فابن الجوزي عنده بقى المرض ده، وانا بقول مرض يعني استعاره. ليه؟ لانه يمرضه فعلا لما يكون مش فاهم مساله يعي. في ناس كده من اهل العلم في تراجمه، وشيخ الاسلام ابن تيميه كان يصيبه الكرب اذا عرضت له مساله ولم يصل فيها لحل، فكان اللي بيعمله ايه؟ يقول كما يذكر عنه ابن القيم رحمه الله، يقول كان يذهب الى الخلوات اللي خرباء يعني، ويمرغ خديه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني. يعني عنده استغاثه بالله سبحانه وتعالى. وشيخ الاسلام كان يقول ربما عرضت لي المساله فاستغفر الله الف مره حتى يفتح لي. ليه؟ لأنه كان غواصا على المعاني. ابن القيم أخذ لحسة من ابن تيمية لكن جملها بأسلوبه العذب الجميل. لكن ما من موضوع في الغالب طبعا لازم يكون ابن القيم انفرد بفتوحات، يعني لا سيما فيما يتعلق بالنفس والآفاق وأسماء الله الحسنى والكلام ده، كان مفتوحا عليه فيه فتحا عظيما. لكن ما من بحث قرأته لشيخ الإسلام ابن القيم إلا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه إليه. بس ابن تيمية إيه؟ يحط الأصول، يطلع العواميد والسقف والكلام ده، وابن تيمية بقى وابن القيم يقفل بقى ويعمل محارة ويعمل نقاشة ويعمل الكلام ده، فتدخل تجد الحاجة على أبهى منظر بالأسلوب بتاعه. فالشيخ الإسلام كان كثيرا ما يقول هذا، كان يقول ومما يكثر أن يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. أنا المكدي وابن المكدي يعني أنا أجري، شغال أجري، أجير عند الله. أنا شغال أجير وأبويا كان كده وجدي كان كده. يعني أنا لو حبيت أترجمها بالأسلوب الواضح يعني كأنما قال أنا عريق النسب في العبودية، أنا عبد وكذلك أبي كان عبدا وكذلك جدي. يعني عايز يقول أنني ورثت العبودية. أدي معنى كلمة الإيه؟ كلمة الأجير. وابن الجوزي هنا بيستخدم كلمة الخدمة، ها، واستخدمها هنا أكثر من مرة في يعني في خدمة الله عز وجل. طبعا هذه اللفظة احنا الصواب أن نقول العبادة، ما نقولش الخدمة، الخدمة خادم ومخدوم والكلام ده. لكن هو إيه يعني كان يستطيب لفظ الخدمة اللي هو أنه إيه كان أجيرا، يعمل أجيرا، والأجير ينتظر أجره. فشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رضي الله عنه جميعا وأسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم كانوا على هذا الإيه؟ كانوا على هذا النحو. إذا ما وصلش للفايدة يحصل له كرب نفسي. مش لازم المرض يكون مرض عضوي، بس المرض النفسي يجيب مرض عضوي. لأن ابن القيم يقول من جملة ما يقول إن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء، والحزن يوجب ضد ذلك. واحنا كلنا عارفين القصه دي ومجربينها، انا وانت مفيش حد تقريبا من البني ادمين الا وهو كده. لما بيجي لك احباط
ايه اللي يحصل لك؟ تجرجر في ركبك وتقوم حاسس انك شايل جبل على كتافك وتلاقي حركتك تقيله ها، ومش عارف تنام وتتقلب وممكن يجي لك مغص و... طب لما بتفرح وتجي لك حاجه تفرحك وتحس انك طاير في السماء بجناحين. القوه الاعضاء انما هي تابعه لعطاء القلب. القلب النهارده مكسور ما يديش قوه للجارح. القلب فرحان يدي قوه للجارح حتى لو كان مكسح حقيقه، رجليه مقطوعه وقاعد على السرير وايديه ورجليه مقطوعين. وانا قلت لكم قبل كده قصه ابي قلابه الرقاشي، ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي، ده كان ايديه مقطعه ورجليه مقطعه وكان سمعه تقيل وما فيش فيه غير لسان. وانا مش هحكي الحكايه كلها، واللي عايز يقراها على الحقيقه يروح للجزء الخامس من كتاب الثقات لابن حبان. افتتح ابن حبان هذا الكتاب بترجمه ابي قلابه الجرمي صاحب انس بن مالك. ده كان ايديه مقطعه ورجليه مقطعه والكلام ده. وله ابن بيوضيه، فجاه الابن اختفى. فمعدي واحد رايح الرباط فلقى واحد كده بالهيئه دي، قال له انت ايه ومين؟ قال له انا عبد الله بن زيد وعايزك تخدمني خدمه، انا كان ليا ابن كان بيوضيني وبياكلني والكلام ده وفقدته منذ 3 ايام، فممكن تدور لي عليه؟ قال له والله لا اجد يعني احدا اخدمه مثلك. وراح يدور على الولد واذا به لاقي هيكل عظمي على بعد مسافة كده، فعرف ان الهيكل العظمي ده هيكل انسان، وجاء الاسد او الديب او البتاع وكال الولد ده وفضل الهيكل العظمي بتاعه. قال فوقفت محتار اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ هقول له ابنك افترسه سبع، طب باي وجه هرجع للراجل ده هو والكلام ده؟ فاقول له قعدت طول السكة افكر اقول له ايه لما ارجع له. فخطر على بالي ايه؟ ايوب عليه السلام. قال كويس نفتتح المسألة بايوب عليه السلام. فراح قال له إيه السلام عليكم؟ قال له نعم عليكم السلام، ألست صاحبي؟ قال بلى. فقبل ما يجاوب قال له ايه ما تقول في نبي الله ايوب وما تقول في صبره؟ الم يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى افتقر؟ قال له ايوه. انفض عنه الناس؟ قال له ايوه. ابتلاه لحد ما بدن وبلى والدود كان فيه؟ قال له ايوه. قال له قول لي انت عملت تطول عليا وتقول لي الشوتشر، قول لي ما هو الموضوع؟ قال له ابنك كاله سبع وحاجه زي كده. فاول ما كده اتخض جدا ومات، جات له سكته مات. تمام. فالشاهد اللي عداني اقوله اللي هو معدي كده وشاف الهيئه دي فسمعه بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله فضلك ايه؟ ده لا ايدين ولا رجلين والكلام ده، وانا افتوه وهو ورايح الرباط وبتاع، ده انا احسن منك على كده. قال والله لاسالن عن هذه الكلمه، قالها ازاي دي؟ فقال يا عبد الله هو انت ايه اللي معاك اصلا عشان تحمد عليه؟ لا ايدين ولا رجلين ولا بتاع والكلام وتقول فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا؟ فقال له والله لو أمر الله الجبال فدمرتني والبحار فأغرقتني ما ساوى هذا اللسان الذاكر. يبقى هو إيه الفضل اللي هو يشعر ربنا فضله على كثير من الناس؟ إن إيه هذا اللسان يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الشاهد اللي أنا كان المفروض إيه اللي خلاني أجيب اللي إيه أجيب القصة. فأنا عايز أقول إنه القلب هو الذي يعطي العطاء للجارحة. أنت مبتلى أو أنا مبتلى، فلان مبتلى، إذا كان القلب راضيا لا يضرك ما فاتك من الجوارح، إيد مقطوعة، رجل مقطوعة، عين مفقوعة، أي حاجة ما تفرقش عندك طالما القلب ده سليم، لأن هو القلب ده الذي يعطي العطاء وهو صندوق الأسرار ومستودع الإخلاص في البدن وفيه العقل. العقل في القلب وليس في الدماغ خلافا لبعض اهل العلم. العقل في القلب هنا، واخد بالك ازاي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخوارج قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه.
لا يجاوز حناجرهم. القلب هنا مش هنا، فهي اللسان يتحرك لكن هنا سدة واقفة نوع توصلش لإيه؟ للقلب. وقال الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الدماغ. ولا الدماغ أهو، القلوب التي في الصدور، تمام. فده دل على ان العقل في القلب في الصدر مش في الدماغ يعني، ولا الكلام ده. فانا عايز اقول يبقى القلب ده طالما انه سليم وكويس يبقى لا يضرك ما فاتك منه. فاهل العلم اصحاب الهمه العليه يتعذبون. ابن الجوز بقى كان عذابه عذابا خاصا، عذاب طمع. ليه بقى؟ بيقول لك اني رجل حبب الي العلم من زمن الطفوله فتشاغلت به. من زمن الطفولة، لأن عمته ودته لمين؟ لابن ناصر، وبدأ يطوف على الفقهاء من ذلك الزمان، فلم يعرف ما يعرفه الأطفال من اللعب والكلام ده. بالذات احنا عيالنا النهاردة، يبقى الأب رجل كويس جدا يقول لك أنا عايز ابني يبقى عالم، ويقوم جايب له الكمبيوتر وجايب له شوية ألعاب سيديهات ويلعب على الكمبيوتر. ده يوصل إمتى ده؟ ده يتعلم ايه ده؟ اللي انت عجيب للكمبيوتر هذا المخلوق العجيب الجديد اللي هو خطف قلوب الكبار قبل الصغار. انت عايز ابنك يطلع عالم، احجز عنه كل هذه الملهيات. ليه؟ لانها تشتت عزم القلب، لا سيما بعد النت. النت بقى لما تدخل تنسى نفسك، الاذان يدا والميكروفون في ودنك مش على مش على المدن، وانت مش واخد بالك انه ده ليه. بتدخل على الاف المواقع وتلاقي مواد مثيره والكلام ده، ومواد عجيبه، وتفضل سرحان والكلام ده. بشره كما او كما قال الاعمش: من لم يطلب العلم من زمن الطفوله فاختم على قفاه لن يفلح. ها، بس يعني احنا الخدمه ده محتاجينه بجد، محتاجين نعمل خدمه والختامه واديله عليه على القذال طالما انه واشل. لكن عايز يبقى طالب علم، طالب علم له عدة مختلفة. حتى اللي بيذاكر عن طريق الكمبيوتر ده لن يفلح، ويقول لك انا بدل ما اجيب كتب انا عندي الاسطوانة الالفية والاسطوانة اللي فات 3000 كتاب وال 10000 كتاب. مش حد بيذاكر عن الكمبيوتر ابدا. العلم له يعني طرق معلومة ما بتتغيرش. ممكن تستخدم الكمبيوتر كفهرس بس، لكن في مطلع حياتك العلمية ما ينفعش. بعد ما تطيب وتبقى خلاص وصلت وجربت الشغل واستطعمت الشغل والكلام ده، كل ده ممكن تستخدم الكمبيوتر آه، لكن في بدء الطلب ما فيش غير الكتاب. وتحرص على أن كل ملحوظة تكتبها على حاشية الكتاب، كل ملحوظة تهم تكتبها على حاشية الكتاب. هتلم بقى القصة دي بعد مثلا 20 سنة، 25 سنة، تبص على الكتب بتاعتك تلاقيها ملك، تعليقات لا يمكن أي بني آدم يجيبها أبدا في مدة زمنية قصيرة حتى لو كان الكمبيوتر معاه. فهو ابن الجوزي من زمن الطفولة ما يعرفش اللعب ولا يلعب الأطفال ولا يلعب كورة ولا يجري دم ولا الكلام ده. وبعدين حصل عنده بقى الطمع بقى، أن لم يحبب إلي فن واحد بل فنونه كلها. عالم موسوعي، وطبعا علماؤنا الموسوعيون كانوا كثيرين في الزمان الأول. إذا تكلم في الفقه قلت لا يحسن إلا الفقه، وإن تكلم في العربية قلت لا يحسن إلا العربية، وإن تكلم في الحديث قلت لا يحسن إلا الحديث، تكلم في العروض قلت لا يحسن إلا العروض، تكلم في الطب قلت لا يحسن إلا الطب. كانوا كده كتير زمان. وبعدين لما حصل بقى التقليد والأمة جمدت وقلت فيها المواهب بسبب التقليد للأئمة الماضين ولهذا الكلام، بدأت الإيه؟ بدأ الدماغ يقف، بدأ العقل يقف، لا يبدع. وبقى في القرن كله تلاقي أن الواحد بعد الواحد، إنما كان زمان في القرن الثالث والرابع والكلام ده قبل ما يظهر القرن الخامس، لا كان العلماء الموسوعيون كانوا كثيرين جدا، تكلموا في كل فن.
فابن الجوزي عايز بقى يبقى ايه الاول في كل حاجه، يتكلم في الفقه يبقى مفيش حد زيه، يتكلم في اللغه مفيش حد زيه، في الحديث مفيش حد زيه، فطمع في هذا. ومش كده، ده مش عايز يبقى مشارك بس، يعني مفترض مثلا انا افترض رجل ساحسب على اهل الحديث، لكن انا مشارك في الفقه، ما اناش الفقيه يعني، اللي هو لو انا وقفت العلم يبرئوا لي، ولا مشارك في العربيه ولا 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 الاول في العربيه ولا الاول في الفقه ولا كذا، لكن مشارك، عندي مشاركه، تكلم الفقهاء اعرف بيقولوا ايه ومش عارف، واخد وارد معاهم وناقش وناظر، بس ما اناش الاول فيهم. لكن لو جم عند الحديث عندي هبقى انا ايه متميز. فيبقى دول اللي كثروا في الزمان في الازمنه المتاخره يكون مبرزا في علم ومشاركا في ايه في علوم اخرى. ابن الجوزي ما كانش عايز كده، كان عايز يبقى ايه مجتهد مطلق في كل فن، وده مستحيل يعرف يجيبه، بالذات لواعظ الناس كلها بريحان اللي عنده مشكله. يعني يقول تاب على يدي اكثر من 200,000 وأسلم أكثر من 20,000. فتخيل بقى لما يتوب، هو جاي يقول يا مولانا أنا هتوب يا مولانا، لا بيحكي له بص مولانا هقول لك على تاريخي بس اختصر. طيب حاضر، اختصر دي لا ساعتين، وعملت وخليت وسويت وطربقت الدنيا على فلان ودفت فلان على الحياة وعملت كذا وعملت كذا يا مولانا، ايه اعمل ايه بقى في الحدوتة دي؟ وبعدين ما بتكونش جلسة واحدة، ده المريض بيروح للدكتور يقول له خد الدواء ده 3 اشهر وتعالى لي، وممكن يقول خده شهر وتعالى لي، يبقى ايه رايح جاي على الدكتور، رايح جاي رايح جاي. المذنب كذلك، العاصي بيروح للعالم ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، كل مروحه وكل مجيه بتاخد وقت. فلما يكون واحد زي ده تصدر للوعظ، وبعدين بيتكلم في الوعظ باسلوب راقي جدا وزي الالفاظ اللي احنا قلناها المره اللي فاتت دي، وبعدين في نفس الوقت منشغل بالكتب، يكتب في اليوم 4 كراريس، تمام؟ ده هيتقن ايه؟ فهو من طمعه قال: ثم لا تقتصر همتي في فن واحد على بعضه، طب خد حته منه وخلاص واحمد ربنا، لا مش عايز القصه دي، بل اروم استقصاءه. وبعدين هو عارف العلل انه مش هيوصل للاستقصاء ابدا، لو حتى عمر نوح لن يصل الاستقصاء. هو نفسه بيقول: والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. طب الحسرة دي بنترجمها لإيه؟ لمرض. واحد محصور، لا بيضحك ولا مستطعم حاجة ولا نفسه في حاجة، وكل ما تشوفه تلاقيه دبلان كده وعمال ينعي الهم والكلام ده، اهي دي ليه؟ قال لك لسه ما وصلتش في الحديث الى الدرجه الفلانيه، ولا في الفقه الى الدرجه الفلانيه، ولا الكلام ده. فبيبقى عنده كما قلت مرض علو الهمه. وان شاء الله غدا غدا الاربعاء مش كده؟ غدا الاربعاء ان شاء الله نتمم، انا معكم ان شاء الله الى يوم الخميس. هدي محاضره يوم الخميس، وبعدين هسافر ان شاء الله الى قطر لمدة 3 أيام فقط، ونعاود بإذن الله الكريم. يعني إن عشنا والواحد ساعات بيكون كده وهيطب ساكت دلوقتي أهو، ها؟ ونعاود إن شاء الله الشرح السيد الخاطر يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جمعة مفيش طبعا، أنا مسافر يوم الخميس بالليل.